في ظل المزاعم وعمليات القصف اللي بتحصل خرج رئيس جنوب افريقيا من وإبادة جماعية. لكن انت مستغرب ليه اذا كانوا قتلوا مواطنيهم زي ما بيقول الصحفي الامريكي عن اسرائيل، وغنيم طالع يقول رواية تانية خالص، وبعد كده طالعين يقول لك لازم نحاسب المقاومة على جرائمها اللي حصلت يوم 7 اكتوبر. يا راجل ده انتوا عملتوا عشرات الجرائم ومتعلقة في رقبتكم. هنعلقها في رقبة مين؟ ده سؤال الاكاديمي الامريكي اليهودي نورمان. اسمع كده، شفت راجل بيقول لك ايه؟ والده راح في الهولوكوست، المحرقة بتاعت هتلر، وهو مش هيرضى يسخر من اللي حصل، المحرقة اللي حصلت في غزة. وده يهودي، يهودي، وبيتكلم على اذا كنت انتوا عملتوا حماس عملت 7 اكتوبر فانتوا عملتوا عمود السحاب، الجرف الصامت، التالتة كان مش عارف اسمها ايه، العمليات اللي عملتها اسرائيل واللي راح ضحيتها شعب. انا نفسي اخد الكلام ده واديه لابراهيم عيسى، او اديه لكل عربي بيتكلم على انه ما لو حماس ما عملتش حاجه، طب والجرف الصامت ده كان عملت ايه حماس؟ وعمود السحاب كانت عملت ايه؟ كل دي اسماء حرب تمت على غزه من بدايه الالفينات وراح ضحيتها الاف، كان عمل ايه؟ ويقول لك ما تقاومش. طب ولما ما نقاومش؟ لما الناس كانت قاعده ساكته ما كان بيحصل ايه في الشيخ جراح؟ ما كان بيحصل ايه في الاعتداء على المسجد الاقصى؟ ده المستوطنين قبل 7 اكتوبر كانوا رايحين جايين على المسجد الاقصى. ايوه الرصاص المظبوط، الجرف الصامت، عمود السحاب، الرصاص المظبوط. ده المستوطنين قبل 7 اكتوبر رايحين جايين والشرطه الاسرائيليه بتضرب جوه المسجد الاقصى ومفيش مقاومه ولا اي حاجه. ايه اللي بيحصل في القدس؟